بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم ما تدري انك من استبعدت عليك؟ كيف نربي انفسنا؟ كيف نستخدم هذه الاجهزة؟ كيف نطورها ونقسمها تكون اجهزة تنفع الاسلام وتنفع المسلمين؟ وانطلقت محادثات مع فتيات من مشارق الارض ومن مغاربها حتى وصل الحال الى تعري والعياذ بالله. فاصبحت لا اصلي في المسجد شيئا فشيئا حتى تركت الصلاة. اقسم بالله يا اخوان بعد ان كان وجهه يشق بالنور رأيته حليقة أسود الوجه تنبعث رائحة الدخان الكريهة من ثيابه ومن فمه ومن كل شيء فيه. اصفرت أسنانه واسودت واصفر شعره وأصبح منظره كريها والعياذ بالله. والله إني بكيت في داخلي وأنا أرى ذلك المنظر. بعد النور ذلك السواد، وبعد الهداية تلك الغواية. قلت يا فاز أدرك نفسك، أخرج هذا من دارك وارجع اقرأ القرآن. أسألك بالله، هل كانت تلك الشاشات والقنوات والإنترنت تستحق هذا؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ليتها يوم أن بدأ التغيير راجعت الكتابات، بدأت الكتابات بينه وبينها يوما بعد يوم، ثم إلى مكالمات يومية أخذ معطاء وأشعار وكلمات وصل بها الحال إلى أنها خرجت معه. نصحها بل حذرها أنه سيبلغ أهلها، لكنها طمس على قلبها والعياذ بالله. حافظة لكتاب الله ومعلمة للدين، فلا تعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا تعرف من القرآن الذي حفظته إلا رسمه. فيا بائعا هذا بخت معجل كأنك لا تدري فلا سوف تعلم. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شيطان نت لفضيلة الشيخ خالد الراشد. المنتديات هذه خطر، خطر عظيم، حيث يختلط الحاضر بالنافل، رجال ونساء. هذه تكتب لفلان وفلان يكتب لها، وش الفرق بين لو انها كلمته؟ الان اختلفت الوسيلة فقط، اختلفت وسيلة الاتصال بين الرجل والمرأة. بدل الكلام اصبحت بالكتابة، وفي الكتابة بعض الاحيان تستطيع ان تقول ما لا تستطيع ان تقوله بالكلام. بالكتابة تستطيع أن تقول ما لا تستطيعه بالكلام. سبحان الله، تتحرج الفتاة أنها تتكلم لكنها ما تتحرج أن تكتب. والكتابة والله أشد خطر، أشد خطرا من الكلام، لأن هذه هو الخطوة الأولى، خطوة الأولى إلى الكلام. تقول بدل مع صاحبتها لتصحيح مسار الفتيات التي سقطنا في أوحال المنتديات. فإذا بأحد الذين يكتبون هناك أوتي كلمة وأوتي سحرا، كان شاعر، كان شاعرا، وكانت مهمته اصطياد الفتيات، بل كان يتخصص في الفتيات الصالحات، بل كان يتخصص في الفتيات الصالحات. سبحان الله، لما رأى ميول هذه الفتاة إلى صلاح بدأ بمكاتبتها، وبدأ بمراسلتها، وبدأ الأخ بينه وبينها، بدأ يرسل لها من حلو العبارات، ومن حلو الكلمات. يقول فما لبثت هذه الفتاة من تأثير هذه الكلمات بدأ يتغير حالها. ليتها يوم أن بدأ التغيير راجعت الحسابات. نمرض لكن إذا عالجنا أمراضنا أولا بأول نصف من المرض، لكن إذا استفحل المرض أصبح العلاج صعب. السرطان إذا اكتشف في أول مراحله
القضاء عليه سهل، لكن إذا تمكن من الجسد، إذا فسد القلب يا إخوان يصبح العلاج صعب، يصبح العلاج صعب. يقول بدأت الكتابات بينه وبينها يوما بعد يوم تزيد، ثم من الكتابات تحولت إلى مكالمات يومية، تحولت الكتابات إلى مكالمات يومية بالساعات، أخذ وعطاء وأشعار وكلمات، حتى انتكست الأثاث، فلا تعرف من الالتزام إلا اسمه، فلا تعرف من الالتزام الذي كانت عليه إلا اسمه، ولا تعرف من القرآن الذي حفظته إلا رسمه. خسرت هذا، كله. تقول صديقتي لم نتركها، وهذا مشكلة من مشاكل المنتكسين والمنتكسات، أن أصحابهم يحاولون إخراجهم، فترى الشباب يزورون المنتكس مرة ومرات، وترى الصادقات يزورن صاحبتهن مرة ومرات، لكن لا هذا يستجيب ولا تلك، تسمع، الكلام. تقول بدأنا نبين لها خطورة هذا الطريق التي تسير فيه، لكنها طمس على قلبها والعياذ بالله، وصل بها الحال إلى أنها خرجت معه، وصل بها الحال إلى أنها قد خرجت معه، وبدأت تحدد مواعيد الخروج مرات ومرات. تقول صاحبتنا إلى هنا لم نستطع، أخبرنا أهلها بعد أن تشاورنا مع أحد المشايخ، خلاص غرقت، إن لم يتداركها الآن سيصبح الوقت متأخرا. تقول فاستشرنا أحد المشايخ، نصحها لكنها لم تستجب، نصحها بل حذرها أنه سيبلغ أهلها، لكنها لم تبالي، بالتحذير. تقول صاحبتنا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، حافظة لكتاب الله ومعلمة للدين، فماذا نستفيد من هذا الخبر؟ أولا لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم، بمن اتقى. فدائما نسأل الله، شباب، التكنولوجيا والتقنية الحديثة سلاح ذو حدين، إن لم يستخدم الاستخدام الصحيح فسنقع في الهاوية، إن لم نستخدمه الاستخدام الصحيح فسنقع في الهاوية. لذلك من يستخدم هذه التكنولوجيا وهذه الحضارة المتقدمة لابد أن يراقب الله، لابد أن يكون على قدر من المراقبة والإحسان، حتى يستطيع يحفظ نفسه ويحفظ الآخرين من الوقوع في مثل هذه الأوحال. كثير من الفتيات والشباب استهانوا في قضية المحادثات، قلت لك الأمر أخطر من المكالمات، فإنك تستطيع بالكتابة أن تقول ما لا تستطيع أن تقوله، بالكلام. لا تراك ولا تراها، فهذه هي أول خطوات، الشيطان. والله حذرنا وأنذر وقال لا تتبعوا، السلامة ما طلب، أي باب، يسبب لك تعب فأغلق هذا الباب. الدين غالي يا إخوان، الدين غالي، فلماذا نجاوز في ديننا؟ ما ضرني أني لا أعرف في الإنترنت، ولا أعرف في التكنولوجيا، ولا أعرف في هذا كله، ضرني ولا ينفعني؟ أبدا والله لن يقدم ولن يؤخر. سبحان الله، كم هم أولئك الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن كم قدرهم عند الله؟ أشعث أخبر ذو طمرين، لو أقسم على الله أبره، ضره لا بالله ما ضره، أنه لا يعرف، من الدنيا، شيئا. فلا يضحكن عليك الشيطان، وعليك الشيطان. ووالله نسمع كثير من مثل هذه القصص، أنها بدأت بمحادثات بين الشباب وبين الحكام. مرة من المرات، كنت أريد إرسال رسالة إلى مكان بعيد عن طريق البريد الإلكتروني، تعطل جهازي في البيت، فكان لابد أني أرسلها في أسرع وقت. فذهبت لأول مرة إلى محل من محلات مقاهي الإنترنت، فماذا رأيت؟
رأيت الضياع بأم عينة، رأيت مجموعة من الشباب أربعة أو خمسة التفوا على جهاز واحد، أربعة أو خمسة التفوا على جهاز واحد، وفي ظني أربع خمس فتيات على الجهاز الثاني المقابل. هذا يسب وهذا يلعن وهذا يقول عندك إياها وهذا يقول رد عليها وهذا يقول كذا، وانتشرت الفضائح بين بناتنا. أين الرقيب؟ أين الرقيب على هؤلاء؟ وأين الرقيب على أولئك من الطرف الآخر؟ أين أصحاب المقاهي حتى يراقبوا مقاهيهم ويعلموا أن مقاهيهم أصبحت أوكاراً للفساد وضياعاً للحياء والعفة والشهامة؟ الأباء والأمهات عن مراقبة بناتهم. إذا وضعنا إن كان ولا بد سنضع جهاز كمبيوتر في البيت، لماذا نضعه في مكان بعيد عن الأعين؟ لماذا نكون سبب في انتكاسة الفتاة ونكون سبب في انتكاسة الفتاة؟ إن كنا نحتاجها ولا بد، لماذا لا تكون في صالة البيت حيث الكل يستطيع أن يستخدمها على مرأى ومسمع من الآخرين؟ حتى لو فكرت نفسه أنه يزل أو يخطأ، إن لم يستحي من الواقع يستحي ممن يرونه في ذلك المكان. لا تأمن على نفسك، من أمن فقط، من أمن على نفسه التسمى فقط، من خفى أدلس ومن أدلس بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الالتزام الأجواب هو سبب سقوط تكلمنا سابقا عن المظاهر وكيف يعتني بها كثير من الناس. المظاهر لا تقدم ولا تؤخر، وما جاء هذا الدين حتى يبين قيمة المظاهر، لكن حتى يزرع ويبني ما في الداخل. قال الله يوم تبلى سرائر وليس ظواهر، لا في قوله أشعث أبر، الظاهر أنه مطرود على الأبر، على الأبواب. لو سأل ما أعطي، لو شفع ما يشفع، لقيمته بما وقر في داخله. لو أقسم على الله لأبره. اليوم صحوتنا تحتاج إلى إصلاح الداخل وليس إصلاح الظاهر، فالظاهر لا يقدم ولا يؤخر. الفراغ العقصي جلس فتيات لابد أن يملأ، وهذا يملأ في الزيارات العائلية. أما ترون أن الزيارات العائلية أصبحت ضعيفة في حياتنا؟ أصبح الجلوس بين الأخ وأخته وبين العام والخال مع أقاربه أصبحت ضعيفة؟ ألك بالله وأنت وأنا ألكنا لنا بنات أخت وبنات أخ؟ سبحان الله، البنت تتعلق بخالها، تتعلق بعمها، تتعلق بقريبها الذي هو محرم لها، يكون لها قدوة ومثال. فإذا لم تتعلق بمحارمها ستتعلق بمن؟ ثم مسقة أنها ستتعلق بالآخرين. سبحان الله، يوم أن ضعفت اتصالاتنا وتقطعت أرحامنا أصبحت فتياتنا تعيش خواء عاطفيا في داخلهم. وين نحن عن اجتماع الأسر كما كانوا يجتمعون في السابق بكل بساطة وبعيد عن التعقيد؟ الخال يجلس مع بنات أخته، من منا اجتهد على بنات أخته جعل لهن درس أو جعل لهم كلمة؟ وإلا نحن سبحان الله أصبحنا كعين عذاري، كما يقول نسقي البعيد ونترك القريب. نهتم بمنكرات الآخرين ولا نهتم بالمنكرات التي تعج بها بيوتنا. نسعى لإصلاح بنت فلان وبنت فلان التي نراهن في الأسواق، ولا نسعى لصلاح بنت خالي وبنت عمي وأولئك الذين تربطني بهم قرابة. فكيف تسقط الفتاة إلا بسبب الفراغ العاطفي الذي لا يملأه إلا الأب أو الأخ أو العم أو الغال أو أحد محارمها. فإن لم تجد من يملأك ملأ صحيحا تجد أولئك الساقطين على الشبكات وعلى القنوات. هذه الفتاة لابد أن تتفكر قبل أن تخوض هذا الوحل وهذا الغمار. هذا الذي على الطرف الآخر ماذا يريد منك؟ أين نعمة العقل قبل أن نخطو أي خطوة؟ هذا الذي على الطرف الآخر من الكمبيوتر أو من الخط الهاتفي ماذا يريد منك؟ لا يريد إلا قضاء حاجته. أحد الذين أشتهر المعكسات يملكن ويطرح يقول
أراد يتزوج. أراد يتزوج وضعي هذه الكلمات في أذنيك. أراد يتزوج فقال لصاحبه ابحث لي عن فتاة. قال ابحث لك عن فتاة. أنت تعرف كل الفتيات. قال هؤلاء لا يصلحن للزواج. هؤلاء ساقطات. هؤلاء لا يصلحن للزواج. هؤلاء ساقطات. فهذا ما ينظر الشباب لمثل هؤلاء. تتفكري قبل أن تخطي مثل هذه الخطوة أنك ستكوني في نظرهم ساقطة. أنك ستكوني في نظرهم ساقطة. لا تصلحين إلا لمدة ومتعة ساعات أو دقائق أو لحظات. فلا تسقطي في مثل هذا. ثم بعض الناس عنده يا إخوان حب استطلاع. بعض الناس عنده حب استطلاع. تعالوا نكتشف الانترنت. تعال نكتشف المحادثات. تعال نكتشف مثل هذه الامور الخفية. فلا يلبث بحب استطلاعه ان يسقط مع الساقطين. لا يلبث بحب استطلاعه ان يكون مع الساقطين. قلت لكم يا اخوان والله ما ضرني اني لا اعرف في الكمبيوتر شيء لا من قريب ولا من بعيد. لكن ضرني اني اكون على استقامة ثم انتكس مع المنتكسين. ضرني اني اكون على نور ثم اخرج من النور الى الظلمات. فلا يجرنك الشيطان الى مثل هذه الخطوات. وهذه قصه من قصص احدهم. قلت لكم نمرض كلنا يمرض. الايمان ما بين ارتفاع ما بين انخفاض. مره الايمان في قوه ومره يضعف الايمان. لكن اذا ضعف الايمان لا بد من مراجعات الحسابات. اذا لم نطلب العلاج مبكرا سيأتي وقت يستفحل المرض ولا ينفع العلاج. اتصل علي اعرفه تمام المعرفة. سبحان الله يثبت من حوله بثباته. وكان يشتكي من الأزمات والفتن وعدم استجابة الشباب. كنت أصبره وكان يصبرني. هو يعمل في منطقة وأنا أعمل في منطقة. لكن لا تخلو بيني وبينه الاتصالات ما بين حين وحين. يسمع من أخباري وأسمع من أخباره. فماذا حدث؟ الذي حدث أنه نقل إلى منطقة نائية. في المنطقة النائية بعيد عن الأسرة بعيد عن العيال بعيد عن الحضارة وبعيد عن المجتمعات. البيت غرفة يسكن فيها مكان عمله ثم يرجع إليها. في مسجد في من أراد أن يرتبط بإخوانه وينطلق من المسجد ينطلق. ومن أراد يعتكف على قراءة أو كتابة له أن يفعل. ومن أراد أن يعتكف على شاشات أو قنوات الخيارات موجودة. الخيارات كلها موجودة ولك الخيار. إن هدينا في السبيل إما شاكرا وإما كفورا. انقطعت أخباره عني بعد أن انتقل إلى تلك المنطقة النائية. أسأل عنه يقولون بخير. الظاهر أنه بخير. ثم في صباح أحد الأيام والله ما أنساه يا إخوان اتصل يبكي. اتصل باكيا. قلت ما الخبر؟ قال أنقذني فأنا على وشك الهلاك. لم يبق من استقامتي إلا المظهر. قلت ما الخبر؟ قال هذا الإنترنت. أتيت بجهازي إلى غرفتي. ثم سماديك جبت الويبكام. هذه يا إخوان زي الكاميرا الصغيرة تضعها فوق الكمبيوتر وتصبح المحادثة صوتا وصورة. مع الطرف الآخر صوتا وصورة. سبحان الله. هذا الجهاز هذا الكاميرا نستطيع نستخدمها استخدام صحيح. عندك أقارب يعيشون في مكان بعيد تستطيع بأقل التكلفة عن طريق هذا الكمبيوتر أن تتصل بأهلك هناك وأنت بعيدهم بعيدون وتتكلم معهم وتضحك معهم. لكن الذي حدث أننا نسيء استخدام الأشياء والتطور لن يقف. أنا ما أستطيع أوقف التكنولوجيا عن التطور. أنا ما أستطيع أقول لهم خلاص لا تخترعوا جهاز في كاميرا أو جهاز فيديو. التكنولوجيا ستجعلني أنا وأنت في الخلف وستمشي إلى الأمام. لكن المطلوب كيف نربي أنفسنا؟ كيف نستخدم هذه الأجهزة؟ كيف نطورها ونؤسلمها تكون أجهزة تنفع الإسلام وتنفع المسلمين؟ سبحان الله. يقول بديت أتمادى
بديت أتمادى وضعت هذه الكاميرا وانطلقت محادثاتي مع فتيات من مشارق الأرض ومن مغاربها، حتى وصل الحال إلى تعري والعياذ بالله، حتى وصل الحال إلى تعري والعياذ بالله، فأصبحت لا أصلي في المسجد شيئا فشيئا حتى تركت الصلاة. فلم يبقى من انسجامي إلا المظهر. قلت يا فاز أدرك نفسك، قلت أدرك نفسك. قال العناد، أخرج هذا من دارك، وارجع اقرأ القرآن وارجع إلى الله مرة ثانية، تخلص من سبب المرض. قال صدق، سأتخلص منه بإذن الله. قال واللي عندي في البيت؟ قلت اللي عندك في البيت حطه في غرفة النوم، أنت وزوجتك بين أبنائك، لا تخلونا خلوة مثل هذه وأنت تعلم أنك تسقط مع الساقطين. ليش تخاطر بدينك؟ في أقل من الدين يا إخوان. تأمل في قولها: اللهم احفظني في ديني، اللهم أصلح لي ديني. لماذا يتساقط الشباب؟ ما تدري أنك من السباق علي؟ أما تدري أن ثمنك من شاشات وقنوات؟ ماذا استفدت من كاميرات ورأى من هنا وهنا؟ استفدت شيء؟ اسأل صاحب كل شهوة ماذا استفاد بعد شهوته، وأين لذات الشهوات؟ ذهبت وبقت المرارة والحسرة والندامة. لكن اسأل أهل الطاعات، أين ثمراتها أمام أعينهم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا عملت طاعة يجازي في الحال، يجازي المقصر على إحسانه في الحال، هذا غير ما ادخره له يوم القيامة من المثوبة والإحسان. قلت العلاج بسيط، تخلص من هذا، وابدا ارجع، الى المسجد، ارجع الى الصلوات، تخلص من كل هذا. قال صدق. وانتهت المكالمة بيني وبينه على ان يتخلص من هذا ويبدأ يستقيم في صفوف المصلين. هذا هو العلاج. تظنون ان صاحبي اخذ بالعلاج؟ لا، تمادى، صاحبي في غيه، واستحوذ عليه مش شيطان، فانساهم ذكر الله. انقطعت الاتصالات مرة ثانية. والله يا اخوان اني اخذت اتصل عليه بعد مصيبته وشكواه التي شكاها. اريد اتطمن هل اخذ بالعلاج؟ هل فعل ما قلنا له؟ وصدق الله حين قال: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم. اسمعون، لكن لا يعون، ما يسمعون. انقطعت الاتصالات بيني وبين ان الله يرده الى الحق. ثم دارت اكثر من سنة، وتركت الوظيفة انا، ثم ذهبت الى زيارة الاصحاب، الوظيفة. فماذا رأيت؟ رأيته هنا، حليقا، أسود الوجه. أقسم بالله يا إخوان، بعد أن كان وجهه يشق بالنور، رأيته حليقا أسود الوجه، تنبعث رائحة الدخان الكريهة من ثيابه ومن فمه ومن كل شيء فيه. اصفرت أسنانه واسودت واستغبر شعره وأصبح منظره كريها والعياذ بالله. قلت شاهد هذا أنت؟ قال الله المستعان، الله المستعان. والله اني بكيت في داخلي وانا ارى ذلك المنظر، بعد النور ذلك السواد، وبعد الهداية تلك الغواية. اسألك بالله، هل كانت تلك الشاشات والقنوات والانترنت تستحق هذا؟ لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يؤتى بأتعس إنسان عاش على وجه الأرض من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، فيقول الله له: عبدي رأيت بؤس قط؟ قال: والله ما رأيت بؤسا قط من غمسة واحدة في الجنة. ليش ما نمني أنفسنا؟ ليش ما نمنيها ونذكرها بمثل هذا، الأجر العظيم؟ ويؤتى بأسرح أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقول الله له: رأيت نعيم قط؟ يقول: والله ما رأيت نعيما، قط. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري فلا سوف تعلم. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا من خبر صاحبي. أما الخبر الأعظم فداعية من الدعاة. إخوان
ايضا استهان بمثل هذا الامر، شاشات وانترنت وقنوات. اسمع ماذا يقول اصحابه عنه. كان يحدثنا عن الانترنت وفوائدها في خدمة الدين واقامة الحجة على اليهود والنصارى والمبتدعين. ثم رأى الشباب من حماسه واندفاعه يقولون له، فقلنا نسأل الله أن يفتح عليك فتحا مبين. لا شك يا إخوان أنها وسيلة من وسائل الدعوة، إذا عرفنا نستخدمها لاستخدام الصحيح. فمرة من المرات ونحن جلوس هنا أتانا سؤال من القطب الشمالي، سبحان الله كيف ربط الانترنت مشرق الارض بمغربها. لكن كما قلت لكم مصيبتنا إساءة استخدام الاشياء وعدم استخدامها لاستخدام الصحيح. اول المشاهد، يلا احسب معي المشاهد. المشهد الاول كان يحدثهم عن الانترنت وفوائدها الجمة في خدمة الدين وإقامة الحجة. يقول صاحبنا وكنا من حوله نتعجب من حماسه واندفاعه ونقول اللهم وفقه واحفظه من أوحال الانترنت. المشهد الثاني، صاحبنا أمام شاشة الكمبيوتر يتصفح أحد محركات البحث، ثم ظهرت في أحد الصفحات في زاوية من صفحاته دعاية لموقع إباحي. غض بصره هذا الإيمان قوي، غض بصره واقشعر جلده وانتفضت أعضاءه. أغلق المتصفح وأغلق الجهاز وقام وهو خائف على دينه، يطلب الله المغفرة والثبات. جاء الشيطان، افتح الجهاز، اترك هذا وافتح الجهاز وانشغل بما كنت تنشغل فيه. مرة ثانية فتح البريد الالكتروني فاذا برسالة بعنوان مغري، فتحها اذا هي عنوان لموقع اباحي. يا اخوان يتقصدوننا، هذه الشركات تعرف اسماءنا، تعرف ان فلان عبد الله وان فلان محمد. هكذا غدونا عن طريق نشر الفاحشة والرذيلة. هم يعرفون ان لا دبابة ولا مدفع تقف امام هذه الامة، تستطيع ان تقف امام هذه الامة. فالتاريخ يشهد على طول المواجهات. لم يستطيعوا ان ينتصروا علينا انتصارا حاسما في ارض المعركة، لكنهم تفكروا ان يدفعوا الدبابات ما تقهرهم، لكن تقهرهم كأس وغانية. في قصة بلعام ايش قال؟ ايش صلت على بني اسرائيل؟ قال ارسلوا النساء في اجمل حلة واجمل زينة، ولا تمتنعن امرأة ممن يريدها. فلما دنا سلط عليهم الطاعون، فهلك منهم أكثر من 70,000 في لحظات بشؤم المعصية. المشهد الثالث، صاحبنا يقوم بإلقاء نظرة على بريده الإلكتروني، ثم تقع عينه على رسالة تحمل اسما صارخا، يفتحها فإذا فيها رابط لموقع جنسي. يقدر صاحبنا أن يقوم بإبلاغ المسؤولين حتى يتم حجب الموقع، لكنه يقول سوف أتأكد وأرى بعيني، سوف أتأكد وأرى بعيني هل هو موقع إباحي أو غير إباحي. إن كان هذا يحتمل أني أرسل لأسمها مدينة الملك عبد العزيز لمنع المناظر ومنع المواقع الإباحية، ثم يدق خطر الناقوس في أذنه، لا تفتح. لكنه لا يستجيب. رأى المنظر لكن لم تكن هناك نفس القشعريرة التي كانت في المرة الأولى، ونفس ردة الفعل التي كانت في المرة الأولى. المشهد الرابع، هو يقوم يتصفح هذه المواقع السيئة. ليش؟ يقول عشان أتأكد هل هي مواقع إباحية حتى أقوم بإنكارها. فمن موقع إلى موقع، من موقع إلى موقع، وهو ينكر، لكنه بدأ يتلذذ بقضية النظر والعين تزني وزناها النظر. مع الوقت القشعريرة التي كان يستشعرها بدأت تذهب. هو ينكر لكنه كان يتصفح، وبدأ الإيمان يضعف شيئا فشيئا. المشهد الخامس، صاحبنا يقوم بإضافة هذه المواقع إلى
قائمته المفضلة، يقوم بإضافة هذه المواقع إلى مواقعه المفضلة، فهو قد اكتشف طريقة جديدة الآن. حتى لو أخبر أولئك الذين يحجبون هذه المواقع عنده طريقة جديدة، هو يستطيع يدخل لهذه المواقع سواء حجبت أو لم تحجب. استمر صاحبنا على هذه الحال أيام وشهور ويمكث أمام هذه الشاشات لمدة ساعات. كان يقوم الليل لكن قيام من لون آخر، قيام لونه أحمر، بين أجساد العرايا وأجساد الفاتحات. مؤذن ينادي، لكن لا يجيب. ايش تتوقعون من واحد يجلس خمس ساعات او ست ساعات طوال الليل امام شاشة الانترنت؟ تعب وإرهاق. قبيل الفجر يتسلط عليه الشيطان فينام عن المكتوبة ولا يقوم إلا بعد العصر، يقول في نفسه الله يعيننا على جمع الصلوات، على جمع الصلوات. بدأ الأصحاب في المسجد يتساءلون، أين فلان بعد أن كان من أهل صلاة الفجر وباقي الصلوات؟ أين هو لا نراه إلا ما ندر؟ قال أحدهم ربما كان مسافرا. فقال الآخر لا، رأيته إنه موجود، موجود. فقال آخر ربما كان مشغولا. تكلموا أخاه فأخبرهم بالخبر، صاحبكم قد تغير، صاحبكم ليس بصاحبكم، وصاحبكم قد تغير، فيقرر زيارته. قرر الصادقين، من يحملون هم إخوانهم أن يزوروه، يذكروه لعله يرجع إلى ما كان عليه. طرقوا الباب، وقع أقدام متهالكة، صاحبنا يفتح الباب، عيون حمراء، وجه شاحب، وبدل أن يستقبلهم كلمهم بكل غضب، ماذا تريدون؟ كلمهم بكل غضب، ماذا تريدون؟ اذهبوا عني ولا تطرقوا بابي مرة ثانية. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. المشهد الثامن، بطلنا يعيش حالا غير حاله، طموحات دنيئة، اهتمامات تافهة. بعد أن كان همه إخراج الناس من الظلمات إلى النور، أصبح هو من الذين يعيشون في الظلمات. بعد أن كان على شاطئ البحر ينتشر الغرق، أصبح مع الغارقين. أصبح مع الغارقين. أما أصحابه فبدأوا يدعون له، وأحدهم يقول هذا الإنترنت ما جاب لنا إلا، لم يأتي لنا إلا بالبلاوي. وآخر يقول الله المستعان الآن عرفنا كيف يتساقط المتصادقون. والثالث يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصاحبنا أصبح حديث الشارع، بعد أن كان قدوة للشارع أصبح مثلا سيئا للساقطين. كيف بدأت؟ بدأت بخطوة. وهكذا كثير من الشباب، يمرضون، لكنهم لا يبادرون في العلاج، بطلب العلاج. في زمن الفتن لنا أخلاق، في زمن الشهوات والمغريات لنا أخلاق لابد أن نتخلق بها. إذا فقدناها سقطنا مع الساقطين. كما أن للرخاء أخلاق، كذلك للشدة أخلاق ومواصفات لابد أن نتصف بها. يقول لما جاء عدي بن حاتم إلى عمر رضي الله عنه وهو مع وفد من قومه، يقول عدي فجعل عمر يدعوهم رجلا رجلا ويسميهم. فقلت يا عمر ما تعرفني؟ قال إلا بلى أعرفه، وكان قد سبق قومه بالإسلام، قال بلى أعرفه، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووثبت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي فلا أبالي أبدا. إذن بعد هذه المحاسن وهذه الصفات التي ذكرها عني عمر، فوالله ما أبالي، أبدا. هذه جوانب الشخصية المسلمة. إذا انتكس المنتكسون، إقبال إذا أدبر من أدبر، ووفاء حين الغضب، ومعرفة حين الإنكار. حين تضعف وكلنا يضعف، كن صادقا مع نفسك.
حين تضعف وكلنا يضعف، كن صادقا مع نفسك واشتكي الضعف الى الله. اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني الى الناس. الجأ الى الله صادقا، الجأ الى الله صادقا، فانت على خطر، فانت على خطر. يقول ابو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: ارايت ان ضعفت عن بعض العمل، ارايت ان ضعفت عن بعض العمل فماذا افعل؟ قال: كف شرك عن الناس فانها صدقه منك على نفسك. فدلته على عمل، على يعمل، على عمل يعمله. حين الضعف تمسك، وسأقول له في آخر الكلام: صلاتك صلاتك، وستعرف كيف أن الصلاة هي طريق، هي طريق النجاة. وأنت تسير على الطريق أحذرك من سهام إبليسية، أحذرك من سهام إبليسية شيطانية قد تصاب بها وأنت لا تشعر. أولها العجب، إعجابنا بأنفسنا، هذا أول خطوة في طريق، السقوط والانتكاس. والعجب فضيحة وزلل، فما زال القدماء يقولون عن فلان: إن العجب أخذ برجله فزل، إن العجب أخذ برجله فزل، كمن يهمل النظر في السوق إلى موضع قدمه، لا يلبس أن يسقط في حفرة أو تزل قدمه على قشرة، موز، أو يتعثر بحجر مرمي على جانب، الطريق. فماذا تنفعه النصائح بعد أن انفلق رأسه؟ لا تنفعه النصائح بعد أن انطلق، رأسه. يقول الشافعي: من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله تعالى إلى قيمة، السهم الثاني، قال سفيان: فإن لم تكن معجبا بنفسك فإياك أن تحب محمدة الناس، ومحمدتهم أن تحب أن يسلموك بعملك ويروا لك شرفا ومنزلة في صدورهم. تحب أن تكون لك مكانة، بينهم. سبحان الله، من هو عبد الله بن المبارك الزاهد العابد العالم بكل فن من الفنون؟ ما ذكروا علما إلا وابن المبارك له باع طويل في هذا. سبحان الله، ورد على ماء يسقي مرة من المرات، فإذا بزحام شديد والناس تدافع، فدفعوه يمنة ويسرى، فقال: الله أكبر، ما العيش إلا هكذا؟ أنك لا تعرف، والله ما العيش إلا هكذا، أنك لا تعرف. وما برك أنك لا تعرف من الناس، لكن يعرفك من، يعرفك الله. ولا تحسبن الذين يفرحون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. فهذا ليس بمعجب بنفسه، لكن يحب أن يحمده الناس بأشياء هو لم يفعلها، يرى أن له شرف على الناس، ويرى أنه لا بد أن تكون له منزلة، بين الناس. قال سفيان: وصرع هذا السهم كثيرون، وكل ممدوح أدرى بما بين جنبيه، لو الذكر، لكنه ينسى فيغفر ويعرض عن الناصحين. إن لم تعرف معنى هذا السهم فاسمع الفضيلة يبين لك ذلك. قال: إن من علامة المنافق أن يحب المدح بما ليس فيه، ويكره الذم بما هو فيه، ويبغض من يبصره بعيوبه، صدقوني كما قال هو: لولا ستر الله علينا لاتضحنا، يقول خالد بن صفوان محذرا من هذا: إن أقواما قرهم ستر الله وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل، غيرك بك، فأنت أدرى، بنفسك، ثم السهم الآخر، الأعظم من حب المدح تزكية النفس، إذا قال الله: فلا تزكوا، أنفسكم. ولما سئل رباح بن قيس عن سبب فساد الأعمال قال: حمد النفس ونسيان النعم، لماذا سقط القصيمي؟
لأنه أعجب أعجب بنفسه أعجب أعجب بنفسه وبدأ يزكيها، وكان يقول أنه هو أعلم من في على وجه هو أعلم من على وجه على من وجه الأرض. وسهم غريب رمى به إبليس كثيرون وهم لا يشعرون، تمكن منهم العزم ويرون استضاح أمرهم، فما إلى ماذا يلجؤون؟ قال يلجؤون إلى ذم أنفسهم أمام الغير، يلجؤون إلى ذم أنفسهم أمام الغير، ظنا منهم أن الذم سيؤدي إلى اعتقاد العدل. والله الله يرحمنا برحمته، ما عندنا لا قيام ولا عندنا الأقياء ولا عندنا كذا، يذم نفسه في المجالس يقلل من شأنها كأنه يرفعها. ما درى أن التواضع منحة ربانية، ما درى أن التواضع منحة ربانية لا افتعالا يفتعله الناس، إنما التواضع يتمثل على من يعلم الله كذبة وجهه. وقد فضح الحسن البصري أمثال هؤلاء، قال من ذم نفسه في الملأ فقد مدحها، من ذم نفسه في الملأ فقد ملحها مدحها، وذلك من علامات الرياء. وسهم أخير أحذرك منه، وسهم أخير وقع فيه أيضا كثير من الناس، بعضهم يلجأ إلى ذكر عيوب أقرانه، بعضهم يلجأ إلى ذكر عيوب أقرانه الآخرين، يرمي فلانا بالسذاجة ويرمي فلانا بالدنيوية، وآخر يقول عنه كسلان، وآخر يقول عنه همته دنية. ما درى أن هذا طريق لسقوطه هو، ما درى أن هذا طريق لسقوطه هو. قال الفضيل إن من علامة المنافق أن يفرح إذا سمع بعيب أحد من أقرانه، من علامات المنافقين أنهم يفرحون بعلامات سقوط الآخرين. الأسباب المعينة إيش أعظمها يا إخوان؟ الدعاء. سبحان الله، كثير يأتوننا بمشاكل نقول لهم ادعوا الله، يقول لي غير هذا. في أعظم من الدعاء؟ إلى الآن نستهين بقضية الدعاء يا إخوان. الدعاء لجوء إلى الله، الدعاء أعظم العبادة، الدعاء استقرار وذل وانكسار بين يدي الله. يا مقلب القلوب صادقا الدعاء الصادق، ليس الدعاء الساهي واللاهي. ادعو الله صادقا أنك تثبت، ستثبت بإذن الله. والله لو أراد لك أهل الأرض ضلالا ما ضلوك، إذا أراد الله لك هداية، ولو أراد الله لك ضلالا والله ما هداك كل من في الأرض أجمعين. إذن إلجأ إلى من؟ إلجأ إلى من بيده ملكوت السماوات والأراضين، يثبت من يشاء ويضل من يشاء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذا الدعاء الصادق، الدعاء الصادق، ردد صباح مساء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم الصحبة الطيبة، الصحبة الطيبة، والمرء على دين خليله، لكن اختر من الرفقة أصحاب الهمم العالية، اختر من الصحبة أصحاب الهمم العالية. بعض الأصحاب ما ينفعون، قد لا يضرون لكنهم لا ينفعون، لا أصحاب علم ولا حرص على الطاعة، بل أهل مباحات وانشغال في الملهيات. نعم على خير، لكن خيرهم لا يقدم ولا يؤخر. إذا صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب أرداهم فتردى مع الردي. البعد عن كل صحبة سوء ولو كانوا من الأقارب. قالت لي إحداهم زوجي من أحسن الناس استقامة، ثم انتقلنا إلى هذه المنطقة وبدأ يعاشر أقاربه أهل ضلال، شاشات وقنوات، بدأ يجامل أقاربه على الشاشات ويجلس معهم. تقول كنت أحذره، يقول هذا الأقاربي أقاربك، والله الله ما أمرك أنك تجلس معهم على منكراتهم، ولو كانوا أقرب الناس إليك، ولو كان أمك وأبوك وكانوا على ضلال، الله أمرك بالإحسان والابتعاد عنهم، لأن الدين غالي. ثم من الأمور المهمة الاعتناء بكتاب الله، وهذا عندنا فيه تقصير. الشاب له على طريق الاستقامة سنوات لا يحفظ المفصل ولا يحفظ البقرة آل عمران، إذا بماذا تتغنى وبماذا تناجي الله تبارك وتعالى إن لم يكن بكلامه؟ لا تعتذر تقول لي أنا الحفظ عندي صعب، لا، القضية صدق مع الله وتوجه إلى الله بالدعاء على أن
يعينك الله على اي امر من الامور. ذكرت لكم قصة الشيخ يحيى اليحيى، يقول اخواني كلهم حفاظ، اخواني كلهم حفاظ يحفظون الكتاب الله ويحفظ القرآن من بعد يوم، مصحفه لا يفارق، عنده دبسل يروح المزرعة فيها، يقول المصحف على الطبلون مفتوح يغدو ويروح، مصحفه قدامه يقرأ القرآن ذهابا وإيابا وفي مزرعته وفي كل مكان، جعل عنده هدف أنه يتم حفظ كتاب الله. وقد تجاوز 60، فلما بلغ عمره 62 سنة أتم الحفظ. يقول لنا الشيخ حفظه الله منذ فترة مضت كان في زيارتنا، يقول بعد أن روى لنا قصة أبي، يقول كنت أنا وإياه في الحرم منذ أسابيع مضت، يقول أقسم بالله بعد صلاة الفجر جلسنا أنا وإياه مراجعة، قرأ علي 5 أجزاء ولا غلطة، قرأ علي أبي 5 أجزاء لم يخطئ خطأ واحدا. كم عمره؟ لا تعتذر بالعمر. 62 62 سنة أتم الحفظ ثم بدأ المراجعة. فلا تعتذر بالعمر. تعرف سلطان العلماء؟ كلنا يعرفه، العز بن عبد السلام متى بدأ بطلب العلم؟ بعد 40، بعد 40 رأى رؤيا وتكررت الرؤيا تقول له أنت لابد أن تطلب العلم، تكررت الرؤيا أنت لابد أن تطلب العلم، فانطلق يطلب العلم بعد 40 حتى أصبح سلطان العلماء، حتى أصبح سلطان العلماء. حطت خطة خماسية. تعال حنا ما نتكلم عن اليوم وبكرة، أنا ما أتكلم معك عن اليوم، عن اليوم وبكرة. حط عندك خطة خماسية، أهل الدنيا يخططون للدنيا خماسية، تعال أنا وأنت نخطط خطط خماسية. سبحان الله، قال لي أحدهم أنا نويت وقررت. قلت وش قررت؟ قال قررت أحفظ كل يوم آيتين. قلت حق قرار، فقليتها أنا، لكن رحم الله المرئ عرف قدر نفسه، هو عرف الإمكانيات، عرف الوقت المتاح، ثم انطلق بالقرار الذي قرره. ما تلاحظون أننا نقرر قرارات ثم ننكثها؟ كثير ما عندنا التزام، لذلك ما نصلح ندير أعمال اللي به لا يصلح أن يدير أمر. أنت تريد تدير أمر بشرية وإخراج ناس من الظلمات إلى النور، فكيف إذا قررت مع نفسك لا تلتزم؟ كيف تريد أن تجعل الآخرين يلتزمون؟ سبحان الله، أنا تقليتها لكن هو عرف قدر نفسه. أنا نسيت أن بعض الآيات أطول مما تتصور. آية الدين كم؟ صفحة. صور آيات سورة المائدة، الآية نصف آية. يا إخوان، انطلق صاحبي بالقرار الذي قرره، التقيته بعد أشهر قلت هاي أبو آيتين، قال أبشرك حفظ 10 أجزاء، أبشرك أتممت حفظ 10 أجزاء، صار على الطريق توصلوا. أنا وأنت ليش ما نحط مخطط؟ لماذا لا أقول بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 أريد أصنع كذا، أريد أصنع كذا؟ سبحان الله، سبحان الله، الدفتر الصغير يا إخوان والإنجازات أمر مهم. إيش الإنجازات اليومية؟ إيش الإنجازات الأسبوعية؟ إيش الإنجازات الشهرية؟ إيش الإنجازات السنوية؟ إيش أريد أحقق في الشهر؟ ما أقول لك اقرأ كل فنون العلم، خصص كل شهر تقرأ، كتاب، اقرأ الشهر هذا في العقيدة، اقرأ الشهر اللي بعده في السيرة، اقرأ الشهر اللي بعده، ستجد مع الوقت أن لديك حصيلة علمية كبيرة. لكن يبدأ بعضنا قطع في طريق الالتزام سنوات، إلى الآن ما بدأ، متى ستبدأ؟ أب سوء الخاتمة والعياذ بالله. ثم بدل الصحف والجرائد والمجلات، ثم تذكر أن لك عدو عند هدف، هدفه إسقاطك وإيقاعك، إيقاعك في النار، فلا يضحكن عليك هذا العدو. ثم احرص على النوافل، احرص على النوافل فإنها تدعم الفرائض من صلاة وعمرة وصيام، واجعل لك وردا من الأذكار لا تفرط فيه في الليل ولا في النهار. قلت لك صلاتك إذا انفرط عقد الصلاة فأنت في عباد المفقودين. قال لي أحدهم أعرفه الآن ممن يشار إليه بالبنان، أعرفه ثقة من الثقات ومن أحسن طلاب العلم في المنطقة. يقول مرت علي فترة بدأت عقد الالتزام تنحل عقدة، وأنا كل يوم أرى نفسي أضعف وأرى نفسي أنحدر، فلم يبقى إلا صلاتي.
لم يبقى من التزامي إلا صلاة، وأنا أعرف، يقول أعرف أنه إذا انحلت عقدة الصلاة خلقتم عنها لشيء، فألجمت نفسي إلجاماً، أريد أرجع إلى ما كنت عليه، يقول فألجمت نفسي إلجاماً، ما يقول الله أكبر إلا أدخل المسجد، وأنا أشعر في داخل نفسي أني من المنافقين. يقول والله جبرت نفسي جبرا أنها لا تتخلف عن الصلاة، وأجبرها على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأجبرها على تكبيرة في الإحرام، فما لبثت أن عدت وأحسن مما كنت، فما لبثت أن عدت حتى أصبحت أحسن مما كنت. إيش يريد منك الشيطان؟ أن تترك الصلاة. إذا تركتها انقطعت صلتك بالله، إذا انقطعت صلتك بالله فلا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا نفسك، فتمسك صلاتك صلاتك. اللي يصلون كثير لكن الحريصين قليل، أهل تكبيرة الإحرام الصف الأول قليل، أهل تكبيرة الإحرام الصف الأول قليل، هؤلاء القليل هم اللي يغيرون الواقع، وهؤلاء من الصعب أن ينتكسوا أو يرجعوا مع المتراجعين. ليه؟ لأن الصلاة سبب، لأن الصلاة سر من أسرار السبب. لن تعرف هذا إلا إذا حرصت وكنت من الحريصين، لن تكتشف سر الثبات في الصلاة إلا إذا كنت من أهل الصف الأول ميامن الصفوف تكبيرة الإحرام، وإن فاتتك مرة أو مرتين ألجمتها مرة ثانية وأجبرتها على مداومة الصف الأول وتكبيرة الإحرام. إيش كانوا يقولون إذا رأيت الرجل تفوت تكبيرة الإحرام؟ عجل شو سوون فينا؟ لو رأونا لرأوا عجب العجاب. إذا كان ضميرك ما يأنبك وأنت تصلي في الصف الثاني وتفوتك الركعة الأولى والركعة الثانية والثالثة وضميرك ما يأنبك، فاعلم أن في الالتزام خلل. لو أسألك بالله، لو ورقة هم 500 طاحت من محفظتك تستشعرها ولا ما تستشعرها؟ لا نكذب على أنفسنا، ستبحث عنها في كل مكان. يا مفلان محفظتي فيها 500 ريال كذا كذا، والله لتكبيرات الإحرام أغلى من آلاف الريال، والله لتكبيرات الإحرام أغلى من آلاف كم من أهلها ستستشعر قيمتها. عمر مرة من المرات فاتته صلاة العصر، انشغل في مزرعة من مزارعه، فقال ألهتني عن صلاتي هي والله عطية في سبيل الله، ألهتني عن صلاتي والله هي وقت في سبيل الله. فأي شيء يشغلك عن صلاتك وعن طاعة ربك فلا قيمة له. أريدكم تلاحظون اليوم مع أننا نعيش أزمة أخلاقية بين المسلمين، قال لي أحدهم منذ أيام، قلت حق هندوسي في سوق الغنم، هندوسي يبيع في سوق الغنم، قلت له ليش ما تسلم؟ قال وش أسلم؟ كلهم غشاشين اللي هنا، صح يا إخوان؟ قال وش لا أسلم؟ كلهم مسلمين وغشاشين، سبحان الله، وش اللي صدق؟ أخلاقنا صدته عن الالتزام في الدين، فإلى متى نصد الناس؟